السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده بدنيتي كلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سورة الإخلاص دي أحلى سورة في حياتي، من دروس كنت باخدها مع خالي جمعة عبد الستار. تعلمنا منها ان اي حد يقول لك الله كذا تقول له قل هو الله احد، يقول لك ربنا فين، قل هو الله احد، مش عارف، قل هو الله احد. تعلمنا على قاعده اسمها قاعده الاخلاص لله عز وجل، مش قادر انساها.